مرحبا برج الميزان. بشكل عام قبل ما أدخل في القراءة التفصيلية، الطاقة العامة لك يا برج الميزان إن أنت والحبيب كنتوا على مستوى مختلف من الوعي في الحياة، من التطلعات في الحياة، يعني طموحك كان جدا يختلف عن طموح الحبيب أو الشريك في الفترة السابقة، وهذا كان سبب الاختلاف أو الانفصال إذا حدث هذا الشيء. أول كارت سبب الانفصال عندنا كارت ذا ستار، النجمة، يتكلم عن التشافي والتعافي وتحقيق الأمنيات. يوضحها 9 الأكواب، الأمنية تحققت. أرى أن يا برج الميزان أن هذا الحبيب كان في وضع الحالي كان جدا مرتاح، بالنسبة لكل أمنياته في الحياة تحققت، كل الذي طمح أن يصل إليه في المرحلة التي هو فيها كان تحققت، فهو كان مرتاح في حياته، غير مستعد على أن يقوم بأي تغيير أو نمو حتى معك، لأنه مرتاح. الحبيب كان مرتاح، ولكن أنت وضعك كان يختلف. أنت كنت في مرحلة نمو وصعود في حياتك، يعني احتمال كنت تتكلم الحبيب عن مصير العلاقة، الشراكة، الارتباط، ان انتو يكون لكم مستقبل مع بعض. هذا الحبيب كان سعيد بان يدع الامور على ما هي عليه في الهواء الطلق، كاجوال، مفتوحة، من غير مسميات ومن غير اي شيء رسمي ملموس او حتى اتفاق. يعني كان اشوفه كان حتى غير مستعد ان يتكلم في مستقبل او مصير العلاقة، ما تفرق معه يعني، ولكن انت كنت جدا تفرق معاك، لانك كنت ولا زلت لحد الآن احتمال في مرحلة جدا محورية وجذرية، قاعد تنطلق. أشوفك يا برج الميزان نحو أحلامك، يعني أشوفك مثل الروكت أو الصاروخ اللي متجه نحو كل ما تريده في الحياة. ففي هذيك الفترة وجود هذا الحبيب بهذا الشكل كان غير مستعد أن يركب معك في هذه الرحلة وتذهبون نحو تحقيق الأمنيات، لأن بالنسبة له مثل ما قلت لك أمنياته لهذاك الوقت لهذيك اللحظة كانت متحققة. أنت العكس. سبب التأخير إذا الحبيب لم يرجع إلى الآن، وإذا رجع ولم يتعافى الوضع كليا، ما هو السبب؟ عندنا كرت الشمس وخمسة الأكواب. إما أنت أو الحبيب لحد الآن لم تتشافون من ما حدث قبل، من اختلاف وجهات النظر. هذا الحبيب يحس انه خسر ولا ينظر الى الجانب المشرق. الجانب المشرق انه لحد الان في فرصة وفي امل بينك وبينه بان تحسنون العلاقة، بان ترجع العلاقة من جديد، اذا هو فهم واستوعب هذه المرحلة، ما الذي حدث وما هو السبب وراء الانفصال. ولكن ارى ان الحبيب لحد الان قاعد يندب ويتحسر، ويعتبر هو معتبر ان الذي حدث خسارة شخصية له. يعني كان عنده 9 اكواب، انكب منهم 3 اكواب، لا ينظر الى الشيء بالعكس فرصة ان يتقدم الى الامام ويرجع اقوى من قبل باتجاهك، لان قبل كان غير مستعد ان يثبت العلاقة. لا، لحد الان هو في مرحلة الحزن و يندب الخسارة، ولحين أشوفه بينه وبين نفسه لم يستوعب السبب وراء الانفصال. يعني لحد الآن بالنسبة لاحتمال، قلت لك هني سبب الانفصال صح، ولكن هو بالنسبة له احتمال اعتبرها بشكل شخصي بأنك أنت لا ترغب فيه أو أنت لا تحبه، أخذها بشكل جدا شخصي أشوفه، وهذا اللي قاعد يعيق الفرصة الجديدة لحد الآن. إذا في تأخير، هذا اللي قاعد يأخر البداية المشرقة لكم، لأن الحبيب يجب أن يستوعب أن لحد الآن في فرصة، لحد الآن في أمل، ويجب أيضا أن يفهم ما الذي عليه فعله كشريك في العلاقة وما هو الحل. يعني لما يلف ظهره وينظر إلى الأكواب التي لا زالت قائمة لم تنكب، فعندها سوف يستطيع أن يعالج الوضع بينك وبينه. مشاعرك نحو King of Pentacles، ملك الخماسيات، Page of Cups. أرى أن
أنت جدا ناضج ومستقر وثابت، احتمال من ناحية العمل، العواطف، المشاعر. أنت بشكل عام يا برج الميزان جدا متزن وثابت. انظر إلى الحيوان الذي في الخلف، هو حيوان الجدي، فطاقة جدا أرضية، ثابت في مشاعرك نحوه، عارف ماذا تريد من الحياة. وهذا أيضا يرجع إلى سبب الانفصال. سبب الانفصال أن أنت كنت شخص عارف جدا ماذا تريد، محدد بينك وبين نفسك المرحلة القادمة ستكون 1 2 3، وستتقدم نحو 1 2 3، عندك تحديد. هذا الشخص كان غير ناضج في طاقته، Page of Cups، وهي يعني أصغر الأكواب اللي ممكن أحد يقدمها، أصغر العروض، عرض غير ناضج وغير ثابت ولا يعتمد عليه لأنه Page. أحس إنه again تتشابه الرسالة اللي كان يقدمه لك. هذا الشخص كان لا يليق بمستواك وتطلعاتك. أنت كنت تتطلع نحو مثلاً 10 of Cups، النجاح، الحياة، الاستقرار، الأسرة، الحياة المثالية بالنسبة لك، عينك على الحياة المثالية، الزواج، الأبناء، الأسرة الكريمة. ولكن هذا الشخص كان لحد الآن غير ناضج، يقدم لك عرض ولكن احتمال عرض إعجاب، عرض صداقة، فكان أبدا ما في توافق بين تطلعاتك وما يقدمه هذا الشخص، مشاعر هذا الشخص أو الشريك نحوك. هذا الشخص قلت لك مثل إنه مقيد، وهو سجين نفسه وأفكاره، لأنه لحد الآن لم يكتشف أو لم يصل إلى لم يضع يده على الجرح لحد الآن، غير واعي لسبب هذا الانفصال ولسبب اختلاف وجهات النظر. هذا الشخص يجب عليه أن يكتشف. في النهاية هو يحس أنه مقيد لأنه لا يعرف ماذا يفعل. يعني أشوف أن هاي الفترة مو قادر يحدد أو يقرر شلون يتصرف وما الذي يجب عليه فعله لكي يستطيع أن ينتهي من هذه المرحلة، مرحلة الفراق، ويضع الحمل. لأن أشوف هاي الفترة أيضا يثقل كاهليه الكثير من الأحمال، الالتزامات، الارتباطات الذي وضع نفسه فيها، الأشياء التي تعود عليها من السابق لحد الآن هذا الشخص يحملها معه. فعشان كذي يحس إنه حبيس ومقيد ولا يستطيع أن جسد يضع هذا الحمل ويتجه نحوك. ولكن الخبر الجيد لك أنت عزيزي برج الميزان بأن هذا الشخص سوف يتعلم الدرس بالطريقة الموجعة أو بالطريقة الصعبة. سيضطر أن يعاين جميع خياراته. أشوفه في الفترة القادمة مستمر على الوضع الذي هو عليه، مرتاح في حياته، ولكن عندما يجرب كل خياراته في الحياة وكل حرية يستخدمها راح يكتشف أن ليس كل ما يلمع ذهبا. هذا الكرت 7 of Cups، صح عنده خيارات 7 أكواب، ولكن كل كوب لا يحوي على السعادة. فأراه أنه سيختار كوب ورا كوب ورا كوب، وراح يكتشف بالطريقة الصعبة أن كل الأكواب لا توازي وجودك في حياته، كل الأكواب لا توازي السعادة والمستقبل اللي كان ممكن يحصل عليها عندما أنت تكون موجود في حياته. ليس كل ما يلمع ذهبا. راح ياخذ فترة بعدين ينعزل عن نفسه ويحدد، ينعزل عن الآخرين ويحدد كيف يصل إليك وما هو التصرف الصحيح بعدما استنزف جميع خياراته معك. عندنا هني Queen of Pentacles، King of Pentacles، فأرى بعد فترة راح يكون مستعد أن يكون لك الشريك المساوي، يعني الملك والملكة لنفس الطاقة، معناته تكافؤ في الطاقة. فبعد ما يستنزف جميع خياراته، احتمال هذا الشيء ياخذ وقت، راح يرجع بسرعة ويبين لك رغبته في الارتباط وأن تكونون مع بعض وأن تبنون شيء مع بعض، شيء ثابت، شيء فيه ارتباط، فيه بالعكس قبل كان ما في، كان الموضوع سايب في الهواء وسايب في الماء يعني.
ولكن هذه الفترة القادمة إن شاء الله راح يكون في تثبيت لاتجاه العلاقة، وراح يكون في حديث، أشوف حديث واضح عن مستقبل العلاقة وخططنا مع بعض. الملك والملكة أشوفهم راح يجلسون مع بعض ويضعون الخطط ويضعون النقط على الحروف بشأن مصير هذه العلاقة واتجاهها، وهذا خبر جدا جيد. ولكن تذكر سيحدث بعدما يستنزف الحبيب جميع خياراته في الحياة. خطواته القادمة تجاهك، بعدما يكتشف أن أنت الشريك المثالي له، Queen and King of Pentacles، الملك والملكة التكافؤ، راح يكون جدا حذر في توجهه نحوك. أشوفه جدا راح يستخدم عقله، لأن كل اللي قاعدة أشوفه أو أسمعه أن هذا الشخص لا يريد أن يقع في نفس الخطأ، أو لا يريد أن ترجع الأمور كما كانت سابقا، أو يخسرك مرة أخرى، فيحاول أن ينهي ويغلق فصل الخسارة أو فصل الألم الذي عشتوه مع بعض. والطريقة بالنسبة إليه، التصرف الصحيح، أن يفكر 1000 مرة قبل أن يتصرف معك وقبل أن يتحرك باتجاهك. هذا الشخص سوف يخطط، سوف يحاول أن يجمع المعلومات، سوف يحاول أن يقيم الوضع من بعيد قبل أن يتواصل معك. حتى راح يكون جدا يعني كالكوليتيف، محاسب، يحسب كل خطوة، كل شبر هو يخطوه باتجاهك، ويكون عارف تأثيره عليك وعلى مصير العلاقة، لأنه راح يكون عنده شوي تخوف من أن يقع في نفس أخطاء الماضي، وهذا الذي يحاول تفاديه. راح أسحب لك كارت يا برج الميزان من Hidden Realms، كارت تبع النصيحة. النصيحة هذه راح تكون حقك أنت، أوكي؟ أول كارت راح ينقلب أو يسقط، اختاره. هذا الكارت انقلب. النصيحة لك: The Queen of the Light، Illumination، Enlightenment، Celebration. أشوفك في الفترة القادمة إن شاء الله يا برج الميزان، المطلوب منك إن أنت تكون مرتاح. التوازن الذي أنت فيه أصلا كملك الخماسيات، حافظ عليه، لا تتزعزع، لا تجعل الظروف أو المواقف من الحبيب أو أي أحد آخر يؤثر على اتزانك الداخلي. حافظ على توازنك الداخلي لأنه هو أهم ما تملك. كن متزن، كن كما أنت، وحافظ على هذا الشيء، لأن هذه الطاقة هي التي أولا راح ترجع الحبيب باتجاهك، وراح تجعلك أنت المنتصر في النهاية. أشوف هذه الإنسانة راح تكتشف أنه بالعكس تقدر تحصل على جميع ما تحلم فيه، ولكن الموضوع يبي له شوي اتزان وشوي ثبات وشوي تطلع إلى الجانب الإيجابي من الموضوع. شكرا عزيزي برج الميزان.